السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات أم إسراء. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله، وتكونوا بعدا كيقول لفتوا على كورونا والأجواء ديال كورونا، وكنطلب الله يبعدها منا والله يرفع علينا هذا الوباء إن شاء الله يا ربي في عام قريب. المهم اليوم كنقدم لكم الدجاج بالسفرجل، بما أنه الموسم ديال السفرجل والسفرجل موجود، واحد الطريقة اللي هي سهلة وبسيطة في متناول الجميع. غادي ندير لكم هذا الدجاج بطريقه سهله وبسيطه في متناول الجميع، بقاو معايا ونشوفوا المقادير باذن الله. هنا على بركه الله غادي نحتاجوا الدجاج بطبيعه الحال، عندي نصف الرجل باقي ما نقيتوش. عندنا هنا القزبر والمعدنوس مقطعين، عندي زيت المائده، الملح، الابزار، الزنجبير والكركم، عندي هنا البصله شلطة، عندنا الحامض المصير غادي ناخذ له غير البابه ديالو والثومه غادي نحكها، وعلى بركه الله غادي نبدا المويه في الطنجره هي اللي غادي نحضر فيها. غادي ندير القزبر، غادي نحط ندير الخرقوم، الابزار ما نكثروش الابزار غير شويه، وسكنجبير، الملح، غادي نحك هاد الثومه وغادي نحيد البابه ديال الحامض وباذن الله. هنا من بعد ما درت الثومه والحامض غادي نزيد تقريبا شي ربع كاس ديال الماء باش نخلطها. عندنا ربع كاس، اذا عندكم الزعفران الحمر بغيتو ديرو ديرو، انا ما عنديش. صافي، وغادي نشرمل الدجاج. انا جبت هاد الدجاج من الحجم الصغير، نتقبو الصدر باش يدخل ليه العطريه. نحاولوا ندخلوا هاد الشرميله تجرب مزيان، هذه راه غسلتها مزيان بالملح والخل الحامض، درت فيها السكنجبير. مزيان ندخلو العطرية تحت الجلدة باش تقدر يشرب العطرية مزيان، باش يشرب الشرميلة، وندخلو في الجناب. اللي ما كانش مزروب يخليها على جنب واحد ثلاثة سوايع بحال هكا، راكم عارفين الدجاج كيبغي يشرب الشرميلة مزيان باش يجي بنين. صافي، انا نخليها واحد شويه على ما نقيت السفرجل، ونطلقوا باذن الله باش نكملوا الطريقه ديال التحضير. نخليه هنا يشرب ونقي السفرجل. هنا من بعد ما خليته ارتاح واحد ساعتين، دابا انا غندير الزيت ودرت البصله من تحت. صافي، شعلت عليه طيب، خليته على الجهه ديال الصدر. هذا الشفرجل من بعد ما نقيتو حيت له القلب ودرت له هاد فلحته بحال هكا باش كيجي شويه منيضر زوين، درت عليه الحامض خليته بحال هكا باش ما يكحاش
ديجا واخا داك الحامض راه بدا يعطي داك اللون الذهبي ديالو. وانا كله درت له بحال هكا بالموس، غير ماشي كان غير كنجرحو غير شويه وصافي، غير من الفوق صافي. غنخليه بحال هكا على الماء قرب وجد لينا الدجاج ندوزو نشوف. هذا هو الدجاج، هو تاع التنقيب، خليو على خاطرو. نسيت قبيله ما قلت لكمش خصنا نزيدو واحد العود ديال القرفه، دابا غادي نديرو ان شاء الله. هنا الدجاج طاب تقريبا نص طيبه، طاب من صدر قلبته على الجهه الاخرى. انا غادي نضيف دابا السفرجل، حيت كاين اللي كيبغي، الاغلبيه ديالنا كنسلقوه وتنعسلوه بوحدو، انا كنبغي نخضر به بحال هكا مع المرقه. جربوا هذه الطريقه وردوا عليا الخبر وقولوا لي كيف جات. المهم انا كيعجبني بحال هكا. كندير القرفه عواد حتى هي، كنرميها في القاع صافي، كنخليه يكمل الطياب مع الدجاج. هنا كعندي معلقه ديال العسل، كتبقى اختياريه اللي بغى يزيد السكر ولا العسل، ولا اللي ما بغاش يدير حتى حاجه يخلي غير بحال هكا، راه حتى هو تيجي لذيذ بزاف. المهم انا غادي ندير هذه المعلقه ديال العسل، كي قلت لكم كتبقى اختياريه، عوضوها بالسكر ولا ما ديروش كاع. انت عندي عسل حر شويه قاصح، نديرو كلشي كلشي. هنا باش يجينا شويه معسل وصافي. كتبقى كيف لكم اختياري، اللي بغى يديرو يديرو، واللي ما بغاش ماشي مشكل، راه تاكل كذا كيجي جديد. صافي هنا راه صافي، ما بقى له والو، راه طاب تقريبا كاع صافي، راه طاب. هذا هو الدجاج بالسفرجل، كيجي على هذا الشكل، هانتوما راه محمر ومدغمر، السفرجل حتى هو طايب مزيان. هانتوما الشكل ديال هاد الكاروات كيجي حتى هو كيعطي شويه المنظر زوين. درت فوقو شويه ديال لي زامون دي فيلي، نتوما تقدروا ديروا اي حاجه عجبتكم. لما بغيتوش ديرو كي قلت لكم انا، شوف ديك القرفه هي اللي عطاتو هاد اللويان بحال هكا، وداك المعلقه ديال العسل اللي زدت. نتوما كي قلت لكم الا ما بغيتوش تزيدو ما تزيدو والو، يكون غير صالي مالح، هذا حلو مالح. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وحاولوا انكم تجربوه. شكرا لكم بزاف بزاف، شكرا على التعاليق ديالكم، شكرا على المشاركه، وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وقبل ما نقول لكم الى فيديو قادم، هنايا الخبز اللي وجدت باش نرفقوا مع هذا الدجاج البطبوط، شكون ما يعرفوش، غني عن التعريف. وهذا الدجاج شفتوا المريقه كتجي خاطره وزوينه. شكرا لكم بزاف بزاف، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.